شبيبة القبائل كما قلت الفريق ليصلع لك اسم شبيبة بجاية، كذلك اتحاد العاصمة نصر حسين داي، وكذلك جمعية عين مليلة. وقعت في جمعية عين مليلة والآن قررت الاعتزال قبل حوالي عام من الآن. راح نحكي معك على كل هذه الأندية وعلى هذه المسيرة. البداية بدون شك من البداية من شبيبة القبائل. ربيع مفتاح ابن مدينة تيزي وزو، ولدت كبرت ولعبت كرة القدم في شبيبة القبائل من عائلة كروية. نحكي على محي الدين مفتاح، نحكي على جيغورطا مفتاح، نحكي كذلك على رحيم مفتاح، يعني عائلة رياضية كروية. والآن ما زلتني لاعبين صاعدين إن شاء الله. إن شاء الله. نور المسيرة كانت في 1995 دخلت الفريق الشبيبة وكنت صغير. كان عندك 10 سنين؟ كان عندي 10 سنين. بديت بنجامة وبديت نطلع شوية شوية. سفري المرحلة هذيك كل شاب كان يتمناها. حنا في الأول كي رحنا نديرو لا سيليكسيون، حنا لوبجيكتيف تاعنا ليسونسيال نشوفو ستاد في المينيموم، باسكو باش تدخل فريق شبيبة القبائل، فريق عريق، فريق ألقاب، كانت فرحة كبيرة. وبعد كي شافوني لي زونترينور تما قالوا لي أنت لازم غدوة تولي، وهي ماشية وليت معاهم. تسمى دار ديسبيتمون؟ دار ديسبيتمون كيما زمان، كاع زمان كنا نديرو ديسبيتمون. مي بعد مرور الأوقات ومينيم كادي جونيور، بعد فريق الوطني الأشبال، وبعد أواسط، كانت صعيبة. في ذاك الوقت يا ربيع كي كان في عمرك 10 سنين رحت دير تجارب في شبيبة القبائل، شكون هما الأسماء والنجوم اللي كانوا في الفريق اللي كنت يعني تنبهر كي تشاهدهم في التدريبات وفي المباريات؟ ديجا في 95 النهائي كأس إفريقيا اللي فزنا بهدفين، يعني هدف وين ماركا جمال مناد وبن شيخة، ثم احنا كنا داني بابا كنت في تريبي شاهدنا اللقاء. بعد بعض أيام مارك دادنا لا سيليكسيون، كاين رزقي عمروش، كاين محيدي مفتاح، كاين عمر حمناد، جمال مناد، حاج عدلان، بن شيخة، يعني لاعبين ممتازين. وكنت تقول في هذاك الوقت يجي نهار ان شاء الله وين تقمص الوان الفريق الاول لشبيبه القبائل؟ صراحه لا. علاش؟ كي تشوف النجوم هذوك ما تقدرش. رحموني في تنفيذ التماس مع مناد. مناد يراوغ، يبقى محتفظ بالكره، يراوغ مره ثانيه مناد، صعوبه يفتح مناد، هايله مفتاح ما يسجلش. موسوني، حاج عدلان وحده، حاج عدلان مع مناد، مليحه مناد، يدخل مناد، مناد ما دخلتش. كبيرة للعب بالنسبة لشا. اوه هايل يا مفتاح، هايل، يلا الهدف، راح عدلان وحده، احسنهم اكبرهم من ناد، يحرر الفريق ويحرر 70,000 متفرج، هدف مقابل هدف بعد 19 دقيقة لعب. يا سلام على من ناد. خطر اللقطة هذه الأولى تخلي رياض بالنسبة للشبيبة. من ناد عمروش بالراس بليل واحد رياض مهم. انا كي طلعت سينيور كان دريوش زافور، كانت عده لاعبين كبار، ما كنتش نتصور، باسكو اللاعبين الكاليتي اللي كاينه ثم ما تقدرش ترفض نفسك في الفريق. لكن بعد مرور الوقت الحمد لله امبوزيت وشاركت معهم، وخاصه كي يكونوا لاعبين ماشي كيما دوك. وكان جون كي يطلع سينيور يبدل ديريكت مع الاكابر. نحكي لك انا كي كنت في جياسكا اليوم اللقاء، يوم اللقاء عندي فيستير وحدي، ما ندخلش مع الاكابر، ما نقدرش ندخل. علاش؟ هما هكا ربونا هكذا، يكون نصار ربونا هكذا. كي مازال ثلاث سوايع ولا ساعتين باش يبدا المقابله، يعيط لك المدرب يعطيك تشكيله وتدخل. مام كي تكمل لونترينمون ولا بعد اللقاء توجور تروح تبدل وحدي. هذا يقولوا الريسبي، تسمى ما تقدرش تريح معاهم. هذا العكس اللي رانا نشاهدوا الان في 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 يقول حاليا مخلطه. ايه ما كاش الاقدار ان جون يطلع سينيور، ما كاش احترام. نعم. ومن البدايه كان المنصب تاعك مدافع ايمن؟ لا كنت وسط ميدان، وكنت لعب ليبيرو، وخاصه
ما نساوش ثاني الرئيس الله يرحمه محمد شريف حناشي، كنت مينيم، لعبنا لقاء مع اتحاد الحراش، ربحناهم هدفين لهدف. كان الله يرحمه المدرب يا ربي راح لي اسمه هاروني، كان ثم شاهد اللقاء. بعد المقابله هو محشيف يسكن قدامي جاري، وما يعرفش باسكو محشيف تاع ممكن يديبلاسي بزاف، وكؤوس افريقيا ما كانش يريح بزاف لهم. كان ربي واحد 200 متر بين دارو وداري، جا عندي قال لي اسمك انت؟ قلت له مفتاح. قال لي مفتاح؟ قال لي شكون؟ قلت له وليد فلان. هو كان صاحب بابا محشريف الله يرحمه، كان صاحب الوالد. قال لي انت فيتو رشيد اضرار، بالمناسبه نحيوه بالمناسبه. ثم كان رشيد انترناسيونال. ثم محشريف محشريف بدا يتبعني حتى لحقت سينيور. علاش نقول لك الرئيس الفريق؟ الرئيس كيكون ينتريسي على لي جوار، يحب ليكيب تاعو، يحب يتبع من التحت حتى الفوق. محشريف كان يتبع لي ماتش من التحت حتى الفوق، ما يشوفش غير الاكابر. هذا اللي ما راناش نشوفوه الان. يعني حياته كانت شبيبه القبائل. حياته شبيبه القبائل، خاصه ميم كي كنا حنا صغار كنا بروفيسيونال، كنا نلبسوا كيما الاكابر، الديبلاسمون ديبلاسيو كيف كيف، الالبسه، كل شيء، كلش كان تسمى كما نقول لك كلوب بروفيسيونال. والمدربين تاعك في الفئات الشبانيه تكهنوا لك يعني بمستقبل واعد؟ نو، كاين اللي يقول لي عندك لي كاليتي، مي نقول لك ابار موح شريف هو الله يرحمه هو اللي دار فيه كونفيونس، هو اللي كي كنت مينيم هو اللي قال لي كلمه لك. وانا في راسي ما درتهاش، ما كنتش، كنت صغير، ما كنتش نعرف، ما كنتش نامن. ليسونسيال حنا نروحو نونطريني ونلعبو لي ماتش. كي تلعب في الفريق شبيبه هذا شرف كبير لاي لاعب. بعد مرور الوقت لقيت روحي سينيور، كنت نونطريني معاهم والحمد لله. وكانت عندك نوع من المسؤوليات تجاه العائله، لانه محي الدين مفتاح كي انت لو كوزان ديالو، يعني الاسم تاع مفتاح لازم تمثلو احسن تمثيل بارابور محي الدين ولي زوتر كوزان. سبري مفتاح محي الدين ديجا هو ميور جوار تيتريون الجيري لحد الان، كان لاعب كبير. ما نساوش ثاني رحيم، ثاني كي كنا سينيور ثاني لحقت عليه. بيان سور الاسم توجو تخليه تخليه تيق المسؤوليه. بيان سور كي يخرج دوكا اونسيان جوار كيما محي الدين تسمع مفتاح، وانت تنوض جديد طفل صغير، لازم تشرفو وتشرف الفريق تاعك. الحمد لله درت مسيره كما يقولوا متواضعه. والوالدين ربي كانوا يقولوا لك اقرا ولا العب؟ على بالنا بلي خيار شويه صح. والله هذه تاع الوالد كان نحكيها لك تموت بالضحك. الور بابا كان خدام، تسمى هو كيخدم يخرج من 6 تاع الصباح يولي للدار 8 تاع الليل. كي دار ديسبيتمون رحت لعندو قلت له فوالا بابا محكموني جي اسكا باش تسيني لي الورق. قال لي ما نسيني لكش. قال لي ما نمضيلكش. قال لي تروح تقرا. مالا عمي هو اللي سنيا في بلاصتو، لعبت 3 سنين في جي اسكا. هذه علاش قلت لك مور ماتش كي كنت مينيم، كي قلت له المحشريف بابا وسموه عزيز، مور ماتش راح ديريكت لعندو. راح لعندو قال له وليدك غرون جوار او يعرف يلعب. قالوا في الحومه؟ قالوا لا قالوا في جياسكا. مال الاشياء هذيك، جا الشيخ للدار دار حاله عطاك طريحه، دار حاله ماشي ليا بروبليم اليما، دار حاله في الدار. ومن بعد قال لي مال دبر راسك، قال لي دبر راسك، قال لي مال خيرت فوتبول، قال لي دبر راسك، قال لي ولا ريسيت ولا ما ريشيش راك تعرف راه خدام ولا دبر. الحمد لله والله الحمد لله. وهو جامي جا شاف الماتش جامي، باسكو بابا عايش في فرنسا، راح 98 هو راح لفرنسا. يا ربي خطره شاف الماتش مولوديا ليوسما في 5 جوي. نشفى له كيما اليوم كنا خاسرين 2-0 10 مينوت الاولى مع مولوديا، شاف ميطو راح. قلت له علاش ما كملتش الماتش؟ قال لي ما نقدرش نشوف باسكو كنت الله يبارك ما امنش. قال لي تالمهم من الفرحه كي كنت نشوفك تلعب رحت. هذه هي الاستوى. يعني هذا الامر حتما خلاك تحس بنوع من الاعتزاز، نوع من الفخر. بيان سور كي تشوف باباك فرحان ويشوفك شتو في التيران، هو يشوف يشاهد وليدو او يماد. والبروبليم الماتش هذاك انا ماركيت ثاني، انا اللي ماركيت بريمي بيت، تسمى راح فرحان، هذا شرف ليا. نعم. والوالده واش كانت تقول لك كي كنت صغير؟ الوالده والله غير كانت توجور مورايا،
مام كي باسكو هنا كي نحب نونطريني نخرج من الدار نمشي. وكنت صغير الوقت هذاك ما كاش وسائل النقل، الشيخ يخدم تما توجور مسكينه كي نخرج تسناني حتى نولي اعطيها الصحه. كانت سي فري كانت مرايا بفضلها بفضل الوالدين وصلت لهذه النتيجه. يقولوا بلي المدرب الفرنسي جون يفشاي هو من كان له الفضل في التحاقك بالفريق الاول، هل هذا صحيح؟ انا طلعت اون 2004 2004 هو جون يفشاي لعبني كونتر عنابة وين كان سليمان راحو وكان مريض وما دعيت لي انا ما كنتش كونفوكي الماتش هذاك في الليل في لافي دو ماتش سليمان كان مريض حيا بن موسى بن مسبع عندي بزاف ما شفتوش او يدير عمل كبير مع المدرب الفرنسي ديما ومع لو جور دو ماتش عيطوا لي قال لك لازم تجي للملعب. رحت للملعب وقال لي المدرب لازم تلعب اريار دالوا. قلت له ما نعرفش نلعب اريار دالوا قلت له ماشي بوست تاعي. قال لي لا ريح ديفوندي برك. قال لي ما تطلعش مي بعد لعبت الماتش هذاك ربحنا 4-2 بعد تمشي الامور. وبعد هو شاك سمانه يقول لي زيد تلعب ادرات نقول له كوتش جو بو با ما نقدرش ماشي مولف. قال لي دوك توالف دوك توالف. قال لي كي يفوتوا لي ماتش تعرف دي اكسبيريونس تولي تعرف. الحمد لله كملت هكاك تصبحت كيقول لك كارير دروا دميتي. يعني 10 سنين وانت تلعب وسط ميدان دو فورماسيون تلقى روحك بين ليلى وضحاها مدافع ايمن. سي فري المنصب اللي نعرفه لازم له بزاف مجهودات لانه طلع وتحبط بزاف. اي باسكو انا الوقت هذاك انا كنت كي كنت صغير فيزيكمون كنت مليح باسكو كنت نحبس كنت ما نخدمش نونطريني صباح العشيه نروح نجري في الغابه. تسمى الغابه اللي تاع تيزي وزو ولات داري. من نهار كنت صغير كنت هكا كنت غير نجري. حتى اللاعبين كانوا يقولوا لي روح تخدم الاتليتيزم ما تخدمش جوا باسكو كي نديروا لي تيست فيزيك نجري ما نحبش. خطره جبنا جويف شاي كان عندنا ماتش كونتر كونت اشانتي كوتوكو في 5 جويليا كان عندنا اسبوعين تحضير درنا تيست في تيك جدا وجا بريباراتور فيزيك هذا كان في ليون باش يخدمنا برك دي جور ولا اون سيمان درنا لي تيست فيزيك هم لي جوار ما ينساوهاش. الوغ درنا تيست على 10 تاع الصباح كي بدينا نجرو ريحت انا مع ابراهيم زافور كان ابراهيم زافور كان دويشار وكان نسيم حملاوي تسمى هادو كنا في اعلى مستوى في فيزيكمون. بدينا نديرو تيست بعد بقينا غير انا وابراهيم زافور. ابراهيم زافور قال لي حبس. قلت له انا ما نحبش حتى تحبس. الوغ هو حبس وانا بديت نجري وحدي ولي جوا كانوا مريحين دريوش ونحيا بالمناسبه يقول لك حبس حبس خلاص خلينا نروحوا نفطروا. ما انا لونترينور هو اللي حبسني قال لي انت راك بارمي لي مايور في فرنسا حاجه تاع الفيزيك تو لي مايور ومشات هكذا. واليوم بالك تعطينا سر بالك يستفادوا منه لاعبين شباب ربما باش تريكيبيري ولا باش تكون عندك هاد الانرجي ربما خلطه سحريه او اكله موضب عليها او شيء من هذا القبيل. واش كنت يعني حاجه اللي كنت ركز عليها بزاف في التغذيه ديالك؟ والله ما تغذية هذه ما كيما يقول لك ما عند ربي سبحانه سيعطيك يعطيك عفسه كيما تشوف ميسي عطالو كلش. انا سي فري كنت مليح فيزيكمون مي ثاني كنت نخدم ما نحبش نقول لك مور التدريبات نعاود نجري ديريكت نطلع الغابه نخدم نجري ما نحبش. او كامل اللاعبين اللي لعبوا معايا كاع ما يعرفوني مام لحقت 35 سنه توجور ريحت هكذا مام ريتم. مادام حكيت قبل قليل على سليمان رحو نوجه له التحيه بالمناسبه في بدايتك مع الشبيبه انصار النادي يعني ما حبوش تعوض سليمان رحو وكانوا في بعض الاحيان يعني يردوا عبارات الله اكبر سليمان رحو كي كنت انت تلعب. واش حسيت في هذاك الاثناء؟ ما نساوش سليمان رحو الوقت هذا كان من احسن اللاعبين في الاروقه. انا كما قلت لك ما كنتش اريار دروا كنت ستوبر. الو الجمهور يعني الجمهور يعرف كرة القدم انا الجون صغير كي يطلع سي فري ما يكونش كيما سليمان راحو ما عندوش لي كاليتي كيما سليمان راحو لازم لك وقت. والشعب كي دومونديو على بالو بليك سليمان راحو خير مني باسكو عنده التجربه فاز بكؤوس افريقيه في البطولات. لكن مع مرور الوقت سليمان ومع رحل الصيف جو بونس رحت للصيف
خليت ما كانت وبديت نخدم. ما نساوش ثاني سليمان في التدريبات ثاني كان يعاونني فوالا ما تقلقش زيد خدم. سي بو سا قلت لك نحيا بالمناسبه. كاين بزاف اللاعبين اللي يساعدوني كي كنت صغير، كاين بزاف ماشي غير واحد. كاين سليمان راحو كذلك، كنت قريب من الحارس فوزي شاوشي. لا فوزي جا جديد. نعم. كان سليمان، كان برقيقة حميد حيا. نعم. بالمناسبه كان بوجقجي ابراهيم دريوش، كانوا اسماء، كان قواوي. نعم. كان رحيم، كان يعني جوده، اسماء كبيره. ومن بعد جا شوشي اللي كنت قريب له بزاف. فوزي كان عاش معايا ثلاث سنين باسكو نهار جا من برج منين، كان في برج منين جا، انا اللي ديتو ديريكت تما. كان يبات معايا في المنزل وكنا نمشيو كيف وكاين بزاف الناس يغلطوا كي يدخل الستاد يقولوا له الكلمه هذيك، ما فين نقولوها، يحسبون بليك هو يشرب الخمر. جامي، ثلاث سنين هو عايش معايا، شهاده لله، جامي دار كاس ولا شرب، امبوسيبل، ما كاش منها يعني. الناس هكا تهضر على بليك هو يقول لك هكا، وبزاف اللي يقول لك هو زعما مهبول ما يعرفش. وليد فاميليا كينيا با، وليد فاميليا بما تا، باسكو انا شت رحت لدارو، شت يماه، شت باباه، ريحت مع باباه، عائله كريمه. وكذلك فحل فوزي شوشي، لانه اول شيء قام به، احنا كنا جرينا معه حوار قبل حوالي 3 أشهر من الان، قال لك اول شيء قمت به شريت دار لوالدي بعد ما كانوا يسكنوا في الشارع. هذه تاع الدار هذه نحكيها لك. في الاول هو حاب يشري منزل في برج مناين، شاف دار افطروا ولا افكات ولا ما نسيش افطروا ولا افكات، قال لي راه باغي نشريها. قلت له دير حاجه مليحه كي دير لوالديك تشري لهم الدار، هذه حاجه مليحه ليك وتحسب لك. شوف ما المكتوب ربي سبحانه، راح سنيا في سطيف شرى لهم فيلا للدار. كانت الدار راح يشري افطروا وشرى فيلا، راه حاجه سبحان الله، حاجه مليحه. خويا نشكره بهذه المناسبه. اون انيكدوت مع فوزي شاوشي، ربما في تنقلات ولا في تيزي وزو او خارج تيزي وزو في القاره الافريقيه. لا كاين، لعبنا مع اشانتي كوتوكو، كان الماتش تاعو الاول، كنا في الفيستير هكا، جينا داخلين نشوفي وكتو فوزي واش بيك؟ قال لي هذا 5 جوي، قال لي انا كنت نتفرج، قال لي هذه هي الخطره الاولى ندخل للسطات. قلت له ما تخافش، قال لي ما تخافش، دار احسن مقابله. علاش قلت لك هو سون فروه، هو ما يسمعش، يدخل ديريكت. هذه اللي حاجه اللي خلاته ريوسي، باسكو كي تكون حارس مرمى عندك مسؤوليه كبيره. جو بونس هو ثاني دار مشوار كبير. لاعب اخر كنت قريب ليه وافته المنيه نترحموا عليه، اللي هو نبيل حماني، ربي يرحمه ويوسع عليه. نبيل حماني الله يرحمه، كان داود ثاني الليبيان داود حماني، كما يقول لك انسان غير الضحك، جامي تشوف ازعاف ولا مام زعما دير له حاجه ماشي مليحه، بدا غير يضحك وحده فحال، ويخدم ما يحبش يخسر، يحب توجو شاك يكون الماتش يقول لك اعطيني الماركي، كي لازم نديها احسن لاعب، ربي يرحمه ويوسع عليه. الله يرحمه ويوسع عليه. ربيع مفتاح، كم قضيت من موسم في شبيبة القبائل وكم هي عدد التتويجات؟ قلت لك بديت صغير 95. لا مع الفريق الأول. 2004 كنت صغير، ما كنت نطلع نونطريني معهم ونهبط نلعب إسبوار، من 2004 حتى 2010، ست سنوات. عدد الألقاب؟ لقبين 2006 2008. نعم. هي آخر بطولة لي في شبيبة القبائل. نعم. مع موسى صايب. لو غرون موسى صايب. نعم. كانوا ثما لي جوار، كانت لا كاليتي. حنا في تيزي وزو ولعبنا كامل لي ماتش، درنا غير ماتش نيل مع بليداد 2-2 في تيزي وزو. كلش كاع لي ماتش في تيزي وزو ربحنا. وكيما على بالك، جمهور شبيبة القبائل غني عن كل تعريف في ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو. يعني كي تدخل تلعب في ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو، يعني النقاط الثلاثة راح تبقى لشبيبة القبائل، ما فيهاش نقاش. سي فري، ديجا فريق شبيبة القبائل فريق الألقاب، كي تدخل التيران لازم تمد أفون 90 ولا 100 ولا، باسكو الأنصار يعرفوا الكرة.
دوماج، انا نشوفو دوك العكس، انا نشوفو العكس، الفريق ما يربحش في تيزي وزو و صعيبه شويه، صعيبه. قبل ما نختمو الحديث على فريق شبيبه القبائل، نحكيو على محمد شريف حناشي الرئيس الاسطوري لشبيبه. كان له فضل كبير كما قلت انت عليك ربيع، وزعف عليك بزاف كي رحت من جهازك. الله يرحمه. الله يرحمه. هو كان يحب بالك لاول مره تحكي على محمد شريف حناشي، لانك عمرك ما حكيت عليه. يعني قلت لك محمد شريف رغم يكون رئيس كان جاري وكان رئيس يحب فريق شبيبه القبائل. زعف عليك؟ ماشي زعف عليا، ماشي هو، كاين بزاف الناس اللي غلطوا. كان نحكي لك واش دار لي محمد شريف افون ما نروح، كان واحد جوار تاخر يقول لك انت مهبول. انا كي كنت في جياس كاس سي فري كي تكون وليد الفريق ما تحوش على الاموال، جا هذا شرف ليك. انا كنت باريمي لي ميور جوار تما، كنت قائد الفريق. شتا فايس ما عجبونيش. كاين دوك نهضروا لا فيريتي، دوك انت جوار اللي يحرم بلاصو، جوار اللي يحرم بلاصو يلعب، مانيش على لي جوار، جوار يدير الاموال بصحته، جوار اللي يحرم بلاصو يلعب لك خمسه ولا سته لي ماتش يخلص خير منك وانت تلعب كاع لي ماتش. كي قلت له الرئيس قال لي ساهل قال لي انت وليد الفريق. قلت له ما كاش مشكل، يا با بروبليم. يا الله يرحمه. بعد ديسيديت في راسي قلت شتا فايس ماشي ملاح، ماشي مع عند الرئيس، مع عند اللاعبين، ماشي مع عند اللاعبين، ماشي عند الرئيس. اللي كانوا مور الرئيس، اللي كانوا مور الرئيس انا ما عجبونيش. كيما هو يصرى دركا في شبيبه القبائل سي لا ميم شوز، ميم الاشخاص توجور مازالهم هما اللي يدوروا في الفريق، باسكو هادو نعرفهم كاع، نعرفهم من ا لزد، كيفاش كانوا، كيفاش دخلوا، كيفاش يخدموا معنا، كيفاش كانوا يديروا معنا. السبه تاعي اللي رحت مجياسكا هما، باسكو الرئيس مراد كعروف مازال حي، كان مراد كعروف بعت لي مراد كعروف قال لي وعيط لك الرئيس ومع الوالي تيزي وزو، قال لي روح نعطيك قطعه ارض، ولما امنتنيش قول مراد كعروف دير الوقت هذا دير واحد 4 ملاير وزاد لي اموال. قلت له ما نقدرش رئيس. قلت له هذوك اللعيبات اللي كانوا تما ما نريحش. هاد اللعيبات مازالهم حاليا في شبيبه القبائل؟ مازالهم مسيرين؟ مازالهم. سبحان الله. مازالهم. قلت له على جال هذوك ما نريحش، ومراد كعروف على باله وجال عندي حتى للدار قال لي انت مهبول، قال لي قطعه ارض في تيزي وزو وزاد لك الدراهم ما تريحش. قلت له ما تريحش. قلت له هذوك ما يروحوش ما نريحش. وكي تشوف حاليا هاد الناس مازالهم في شبيبه القبائل واش تحس ربع؟ اي لا سيتياسيون ديال جاسكا وين ولات هذه هي. جاسكا كانت استقرار، كانت لا ديسيبلين، كانت ليكزومبل لي زيكيب، كان يعطوا الامثله على شبيبه القبائل من ناحيه التسيير من كل شيء. نحكي لك هذه محشي الله يرحمه، حنا كانوا يعطونا لي با، كيعطونا لي با حنا نقطعوهم، كنقطعوهم نلبسو تقاشير وندير لهم لاصطو. كيما راك تشوف دوك كيما يديروا كامل اللاعبين. ما لا جا عندنا الفيستير قلنا واشنو هذا، قال لي ما تقطعليش لي بوني، قال لي يعني هذه شبيبه القبائل. واش درنا؟ راح جاب لنا لي با سبيسيال اللي عندهم لاستيك هنا من لي جوار يعرفوهم يديروهم هنا باش ما تقطعش لي با. هذا الرئيس على جا لي با يا درا حاجه اخرى. معليش هنا اسمح لي نقاطعك ربيع، تاع هاد الناس ما تقدرش تحملهم كامل المسؤوليه، لانهم في الاخير الكلمه الاخيره تعاود تولي للرئيس، يعني ما عندهمش عصا سحريه ويفعلوا الافاعيل في الفريق. البروبليم تاع محمد شريف هذا هو الله يرحمه يسمع. بروبليم محمد شريف كان يسمع من الله، كان يسمع بزاف الناس. ومن بعد 2010 راحت له كلش مسكين بعد مرض، على بالنا كان مريض وانا كان كي كانت جياسكا في سيتياسيون صعيبه كنت نشوفه كي كان يقول لي جياسكا جامي تهبط، يقول لي طونك راني هنا جامي تهبط. قلت له الرئيس انا نعرفك، قلت له على بالك تكون انت جامي تهبط. نعم باسكو على باله كلش، عنده يعرف الخبايا، يعرف كلش. دونك هكا هي صعيبه. السؤال اللي يطرح نفسه الان، لماذا ابناء النادي ليس فقط في شبيبه القبائل بل في كل الفرق غير مرغوب فيهم في ناديهم؟ علاش؟
علاش موراكم انصار بالك ولاد لاريجيون لا لا الانصار كونطرا الانصار يعني في كتافكم شوف هي انصار في كتافكم هي كي تكون اونسيان جوار سي تقدرش لا ابن الفارق ابن شوف دوك نفهمك راه سيتي اش كتخدم في ليكيب سيتو كي تكون وليد ليكيب كي تكون وليد ليكيب تخدم في الفريق لازم تعطي الاضافه للفريق ماشي باش تقول اونسيان جوار راني جيت ليكيب تاعي وراني خدام كي تخدم معليش باسكو عندك جبت البلوس ليكيب ولا باش تجي تريح تقول لهم انا اونسيان جوار ما يسحقكش ما يسحقكش الفريق الور دوك يقول لك الناس انا نسمع يقول لك لي زونسيان جوار زونسيان جوار ما يقدرش يجي دي ديريكت لا ديريكسيون ولا يهضر مع الرئيس ما يقدرش ما عندوش الصلاحيات هو برك اونسيان جوار الور لازم كي جاسكا كي ولات لا سيتياسيون هذه هي ماشي عيب انا يزيد هريشان نحكيك على يزيد هريشان يزيد هريشان يحب شبيبة القناة حنا كي كنا حنا في لابيريو تاعنا كان هو يخلص اللاعب تفهم كان هو يخلص مو يزيد كي شاف لا سيتياسيون هذه هاي تدهور شويه شويه وهو ماشي عيب هو راح يحوس على لي زونزيان جوار ما تريحش وحدك دير ومام طو هو يعرف محشير يعرف كيفاش يمشي الفريق هو اللي سقسي راني حصلت في هذه في هذه في هذه ماشي عيب باسكو العيب اللي ما يخدمش هو يخدم غلط يا خويا لازم تكوريجي هذا هو البروبليم نعم بعد شبيبه القبائل اللي خرجت منها يعني متاثر بزاف معنويا مشيت لشبيبه بيجاي ولو انه في هذاك الوقت الناس كانت تقول بلي كان عندك اتصال رسمي من اتحاد العاصمة ما حبيش تمشي لاتحاد العاصمة من أجل أنصار النادي رفضوا الانتقال تاعك إلى اتحاد العاصمة فضلت تمشي شبيبة بجاية لعبت فيها موسم واحد فقط بعدها التحقت مباشرة بالاتحاد واليوم نعطوك الفرصة باش تقولنا هل هذا صحيح أم لا نو الاتصال الأول كان مع شبيبة بجاية كان بوعلام طيب حيوه بالمناسبة عمر غريب نيغوسيت معه ثاني كنا في طابلة قريب سنيت عايت لي ثاني سعيد عليق تسمع عندي ثلاثة اللي كونتاكت هادو أنا خيرت شبيبة بجاية بس عطيت لهم كلمة وهما اللي عايتوا لي الأولين عطيت لهم كلمة سي بو سا سنيت في شبيبة وميم طون ثما كان إبراهيم كان جمال منات ثم درنا ايكيب كان عادل مهيزة كان قاسمي كان جون كان فارق كبير كان لاعبين ثاني كان ماروسي كان ماروسي حكيك على هذه ماروسي كي جاي سيني في جي اس ام بي قالوا له عيطوا له الرئيس قالوا له هذو المحبين انا قلت تاع شبيبة القبائل هذو المحبين هذو اللي لم يدوروا في دوك هكا عيطوا الرئيس قالوا له ما تديش ماروسي باسكو هو مبليسي كان بليسي في الجونو جا عندي رئيس بعلم طيب قال لي ماروسي ما نقدرش نديه باسكو عنده بليسير في الجونو قلت له الرئيس شوف قلت له الرئيس ديه ولا ما ريساش ولا تبريسا ما تخلصنيش اعطي له الدراهم لماروسي هاو ماروسي يحكي لك مازال له حي يحكي لك طيب نسال عليه ما لا ولا هو احسن لاعب في شبيبة بجاية قال المشكل تاع هاد الناس مع اللاعبين علاش هكذا ماشي كي يخرج من ليكيب ولا لازم يديروا له المشاكل ما معنى كي خرجت تحت بجاية هضروا عليا فوالا خلي بير بغطا حق ما على باليش واش من الفائده اللي يستفادوا منها ما تفهمش وكيفاش هذاك الموسم قضيته مع شبيبة بجاية كيف كان ذلك الموسم والله كي رحت لبجاية كاين ناس توجور هذوك قالوا لك يخرج من جياس كيموت ثم كونطار في جياس ام بي درت احسن موسم ثاني ماركيت 8 اهداف و13 تمريره ولا 14 تمريره وثم ولا محشيف زاد عيط حاب يعاود يرجع حاب يرجعني محشيف الله يرحمه حاب يرجعني مادام كاين هاد الاشخاص في الفريق انا ما نقدرش نجي ما نوليش قلت له امبوسيبل ما نوليش ثم ومع رحت الاتحاد العاصمه شاك موسم يقول لي ولي قلت له ما نقدرش نولي سبحان الله ما نقدرش فريق القلب ما نقدرش تولي ليش شي فريق القبس جاسكا في القلب هذه حاجه باينه هي اللي رباتني هي اللي دات لي اسم واحد ما ينكرش تنكر باباك ويماك ما تقدرش تنكرهم امبوسيبل مي كي يكونوا عباد انا هكذا داير ما نقدرش انا نشوف حاجه ماشي مليحه ما نقدرش نريح الله غالب نعم الو
عاود ما لا تصل بك سعيد علاق. سعيد علاق. كنت شي شابي ما تبيجا. أفو ما سيني في بجايات اتصل عليق وعمر غريب. لا لا بعد الموسم تاعك فشبيبت. لا لا ثم كان حداد. ثم حداد عايت لي حداد. وعايت لي حداد ثم بعد ما كنتش نعرفه. بعد كان واحد في تيزي وزو هكا كان يدور معاه ولا ما على باليش. كان جا معايا ثاني واحد اونسيان جوار كان معايا في جياسكا جا معايا نيغوسينا وتفاهمنا ورحت. صحيح انك وقعت اغلى عقد هذاك الوقت في الاتحاد؟ لا. كمدافع؟ لا. المنصب تاعك؟ لا. كمدافع؟ لا. مجرد حديث؟ لا. كاين اللي خلصوا الدوبل تاعي. متى؟ شحال الدوبل؟ دوبل 400 500 ثم كان احسن لاعب ثم اللي سينيا بزاف سي خالد الموشيه. ثم خالد الموشيه اللي كان مسنيه بها. سينو الاخرين نورمال حسب قيمته، كل واحد حسب قيمته. يعني خالد الموشيه نقدروا نقولوا ربما يفوت 500 مليون. انا نعم 400 ولا 420 هكا. 400 420 يعني هو الدوبل ديالك. هكذاك يعني عمليه تحوس تفهم شحال عمليه والله ما لحقت 200 انا نقول لك والله ما لحقت 200 والله. نعم تلك الايام مضت وخالد عندها 13 سنه وبدات الرحله مع فريق عريق، فريق كبير اللي هو اتحاد العاصمه. موسم انا ذاك كان بلال زيري مازالوا في الفريق، كان مساعد الرونار. نعم. وباتريس المدرب المولوديه نحيا بلال. لا 2010 كان مازالوا يلعب بلال. ثم حبس بلال كي جينا حنايا حبس بلال 2010 جينا 2011 2011 ثم بلال خلاص كان مساعد رونار ومع باتريس ثاني هذا اللي مدرب تاع المولوديه حيا بالمناسبه. ثم كنا 20 ولا 22 لاعب جدد، حميتي بزاز جديات ياسين ماموش خوالد كان في الاتحاد. كانت بدايه صعبه ولا أرمادة من اللاعبين. بداية صعبة عام الأول سوفرينا ماشي سوفرينا البريمي طور ربحنا 3 ماتش كونسيكوتيف، 4 ماتش في تلمسان درنا تعادل ثم راح رونا ثم بدات مشاكل، بدات شوية عدم استقرار وتغير المدربين. الموسم الثاني كنا ملح ثم بدات البداية ما بدات بالالقاب. بيات ما بدات بالالقاب. عام الاول سيمو الاولين ما قدرتش، ما لقيتش روحي مع لي مويا. قلت الرئيس حداد قلت له ما نقدرش، قلت له راني حاب نروح. قلت له 6 شهور حبيت سيمو باسكو ما لقيتش روحي سو التير، ما لقيتش روحي. ماكي كنا نربحوا كنت ماركي ما لقيتش روحي. قال لي اصبر 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 اصبر. صبرت الحمد لله، صبرت والحمد لله. أصبحت من اللاعبين المتعلقين باتحاد العاصمة ولا يحظى بمكانة عندك هذا الفريق. سيفر كي تكون في الكلوب لازم تمد الماكسيموم. دولا في جياسكا مديت، في جياسان كيف كيف، في اتحاد العاصمة باسكو علاش فلوس ما لعب 9 سنوات مديت وماركيت وراني بارمي لي مايور بيتور في ليستوار تاع ليكيب. ماركيت 49 الله يبارك، ماركيت 49 بلا التمريرات بلا التتويجات. فوتنا ايامات الحمد لله. مام كي تخرج من فريق الاتحاد ولا نامبورت كلوب كي تخلي بلاصتك نقيه هذه حاجه مليحه. ليسونسيال الناس ما يهضروش عليك يقولك هذا تريشه ولا ما ماتش ولا. الحمد لله انا شاك ماتش نمد الماكسيموم. كاين وي تفوت اكوتي سي سور، ما راكش ماشي شاك ماتش ولا في 9 سنين تكون مليح. فانت بيريود وين كنت اكوتي مي عاودت وليت الحمد لله. نعم. شنو هو السر في تسجيل الاهداف؟ كنت وسط ميدان كي كنت صغير، بعدها اصبحت مدافع ايمن، يعني بعيد كل بعد على المرمى. اقصى حاجه تقدر ديرها توزيعات جميله في راس المهاجم. كيفاش حتى انا اصبحت من المدافعين الهدافين في العالم ليس فقط في الجزائر؟ انت عبد الرحمن عشود في وقت من الاوقات كنتوا في طوبتان. نعم 2010 راموس هو الاولاني وانتم انا وحشود. انت وحشود. وشنو هذا السر؟ هذا السر دوك
فوتبول اكتويال عندك سي سي, سي لي زاريير كي في لا ديفيرونس, ولا ما عندكش الاظهره اللي يعاونوك يمدوا لك التمريرات. انا نشوفهم كيما الفاس وكي كان كافو, هما اللي كي تكون لا سيتياسيون في الماتش ما كاش الاظهره. ما نساوش ثاني بن موسى, ثاني بن موسى ثاني بن موسى كان بدبوده, كنا في اسمه ثاني كان بدبوده توجو الحلول. حنا كنا سي لي كوتي, يا انا يا بن موسى, باسكو علاش لي زيكيب كيجيو للبولوين معظم اللاعبين هذوك انا مصحابي كنا يقولنا شاك ما نجيو للبولوين نديرو تكتيك على جالكم, قالوا باسكو نتوما تطلعوا بزاف. خطرا لعبنا ماتش مع برج في بولوين, ربحنا 3-1, بن موسى دار سونت وانا ماركيت. كان معنا طرينا الفرنسي, هما لي فرونسي ما يلعبوش سيتو التكتيك ما يلعبوش, هو كيقول لك يطلع لاريير غوش لاريير دروا يريح, ولا الكونتر يطلع لاريير دروا لاريير غوش يريح. حنا طلعنا في زوج, هو سونتر انا ماركيت. بعد حنا موالفين في الاتحاد كي كمل الماتش اناليز نديرو الاناليز نعاودو الصح والاخطاء ولا المدرب ما خلاناش, قالنا كيفاش لاريير غوش يرفد وانت تماركي. قلنا له الكوتش موالفين, قال لي لا قال لي انا ما نحبش انا هاي وانا ماركيت هو السونتر باش تشوف الفرنسي تكتيكمون ما تلعبش معاهم. نعم الحمد لله, نعم الحمد لله, نعم شكر ربي سبحانه. نعم مواسم جد رائعه قضيتها في اتحاد العاصمه قاريا وكذلك محليا. نحكيو على الصعيد المحلي مباريات الديربي العاصمي لها نكهه خاصه, خاصه امام الجار مولوديه الجزائر. كيفاش كنتوا تعيشوا تلك المباريات, عشية المباريات مع الأنصار ومع الفريق؟ كانت بيناتكم شحنة كبيرة مع المولودية؟ والله ما كانت شحنة, احنا ديجا تكون سمانة لا على الجهة على الجانب الرياضي, لا هي هي سمانة كومبليت توجد ديجا كي بدا تسمع مقابلة الديربي مع مولودية سمانة كومبليت توجد. توجور المقابلة تكون صعيبة, ما كاش اللي يقولك ما كاش لابريسيون بوزيتيف ماشي نيجاتيف, بريسيون بوزيتيف تسمى شاك جوار كي يدخل لازم يربح ولازم توجور يبان هو المايور. هذو اللي خلاونا لي ماتش مولوديه واليوسما يتوجور دير بيكون سخون سولتينا ولا في لي تريبي. ما نساوش ثاني الانصار ثاني المولوديه والاتحاد كانوا يديبلاسيو كيف كيف. انا جامي شت مشاكل بين الانصار الفريقين, هذه اللي الديربي اللي حاجه مليحه فيه هذه هي الانصار. نعم كتشوف ملعب معمار وماكاش مشاكل يمدوا اللوحات اللي تيفو هذه. انا جو بونس انا جوا اللي ما لعبش اللي اسمها مولوديه راتا الديربي كما تقول ميلون انتر الله الحمد لله. حتى في الدربيات المحليه الاخرى لطالما تالق ربيع مفتاح, لنتذكر ذلك الهدف الجديد الجميل عفوا امام شباب الوزنات على ماتشر. لا لا ماشي على ماتشر ولكن بالعقب. ايه بالعقب دوك كنا احنا كنا فايزين 1-0 مازال 2 مينوت ولا 3 مينوت جات ركنيه هي كي دار لي بن موسى سونت جات لعندي انا ما كاش واش ندير لها ما كاش الجاست باش نقول لك درتها صح ما درتهاش صح. واحد دار لا فيريتي ما درتهاش ما درتهاش في راسي بليك الماركي بلاتي. انا جات درت جاست مع الجاست هذاك دخلت اش نقول لك دي فوا كاين دي جاست يريوسي ودي فوا ما يريوسيوش. كاين اللي جوا يلحق فاصله فاصله يرميها برا هذه هي الحمد لله. شكرناك بزاف على حساب شوفه. الان ننتقدوك شويه ياسر وننتقدو تلك اللقطه مع لاعب شبيبه القبائل بنوح, عفست عليه بلي كرومبون, لماذا ربيع مفتاح؟ والله اخويا رضوان تامني والله العظيم ما على بالك كيفاش درتها زعاف. والله ما كان زعاف ما والو لانه عفست عليه والله في صدره. شو توك نفهمك رضوان, انا نقول لك انا صريح وكان ضربته عقبت بثلاث مباريات انا ذاك رضوان وكان ضربته نقول لك ضربته والله ما ضربته ما حسيتش مع لاكسيون هذيك ما حسيتش. ومن بعد كي كمل الماتش قال لي جو عندي لي جوال قال لي واش درت, قلت لهم ما على باليش واش درت, رحت لعندو الفيستي نحوس عليه. ومن بعد دو جور ابري رحنا ما استقبلكش انا ذاك الفيستي صاحبي واش بيك لما كان والو. هو قال لي واش درت, قلت له انا ما على باليش واش درت. نعم وفي لاكسيون ايه قلت له فاهم لي انت, قال لي انت تفهم لي.
ومن بعد تلاقينا في المطار شربنا قهوه والعماية في النادي ومام كي كنا في النادي جبدوها لي يقولوا له بالك او جرى بها ضربك تسمى جات هكذا قال والله ما فقت كيفاش ضربته والله معلش فاتت وتصالحت انت وبانوح وهذه الامور تحدث لا. في كره القدم عدد التتويجات تاعك مع اتحاد عاصمه 7 افضل لقب كاس الجمهوريه 2013 مع مولودية الجزائر مع مولودية دوماج الماتش هذاك ما لعبش كنت مصاب الان الاصابه مازالها وما عاد 10 ايام ومن بعد كان عندنا نهائي كاس العالم جا عندي لونترينر قال لي اسك تقدر تلعب قلت له اه نلعب كوربيس وانا ما كنتش قادر نلعب لعبت ما قدرش نلعب قال لي ولا تلعب قلت له اه باسكو علاش في راسي راتي طلع فينا الكوب دارجيري قلت هذه والله ما نراتيها لعبت هو ما على بالوش بليك مبريسي المدرب دخلت بالتشكه نعم 20 دقيقه الاولى ما قدرتش نعم ما قدرتش عاود خرجت ما خرجش قلت والله غير نكمل قلت له كيما جات كملت وسجلت الهدف الثالث وفزنا الحمد لله يعني مي دوكا راني ما نقدرش دوكا راهي توجعني هذيك الان مازال عندي عظمه هنا عندي هيلك عظمه هنا خرجت نعم مازال نعم الحمد لله بعد اتحاد العاصمه الوجهه كانت نادي نصر حسين داي وقبل ما نحكيو على الملاحه نحكيو على الخروج تاعك من اتحاد العاصمه كيما كان في شبيبه القبائل خرجت ان بو تريست كذلك من اتحاد العاصمه اين قرر المدير الرياضي انذاك عنتر يحيى الاستغناء عن خدماتك واتصل بك في الهاتف وقال لك بارك الله فيك ربيع تقدر تشوف فريق اخر مازالك زعفان من عنتر؟ لا شامي انا ما نزعفش ما نقدرش نحكم الحقد الواحد باسكو انا مكتوب ربي سبحانه نعم انا حاجه اللي مليحه مديت لي عليا انا كي خرجت الحمد لله خرجت بالالقاب والناس خليت بلاصتي نقيه وكيما يقول لكم الانصار هما اللي ديسيديو ماشي انا اللي ديسيدي باسكو انت كي تلعب ما حبوش الرحيل تاعك حبوا تبقى في الاتحاد اي هذه حياه اللاعب سي فري هما يحبوا حبيت تعتزل في الاتحاد مي هادي نقول توجور لي فو ريسبكتي لي شوا لي سوا دو لونترينور ولا دو بريزيدون ولا ديريكسيون صح الانصار هما حابين نريحوا انا ثاني حبيت نريح كمل الكارير تاعي ما كتبش المكتب واحد يقول الحمد لله نعم سي فري انا عن طريق يحيى ديجا كاخ لعبت معاه في المنتخب الوطني هو قبل ما يسيني في اليوسما عيط لي قال لي انت راك معايا قلت له ان شاء الله قلت له ما كاش مشكل ثم كانت كورونا ما كان في فرنسا وبعد مع مرور الوقت اني نشوف في الوسائل هكا يقول لك مفتاح ليبيري هي ماشي ليبيري انا كنت فانت كونطرا ما كانش عندي عقد عيط له صراحه عيط له قلت له باسكو هو حشم يعيط لي عيط له قلت له عنتر قلت له ما نعيطلوش عنتر عيط له ام درمان قلت له عنتر اني نسمع قلت له عندنا شويه اكسبيريونس نعرفوا شويه الناس كي تبدا تحضر ولا هكذا قلت له انطر قلت له ما تحشمش انت راك خويا قلت له ما راكش حاب نريح قلت له ما كاش مشكل قلت له نورمال قال لي يا ربيع نو قلت له حلو قلت له لا سي بون قلت له يعطيك الصحه ميرسي قلت له بون كوراج قلت له ها واش دير فهمت قلت له ها واش دير واش دير في اليوسما ها واش كاين قال لي داكور اوكي من بعد مضيت في 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 نصر ماشي مضيت جيت نحبس كنت حتحبس كرة القدم جيت نحبس عيط لي ماناجر محمد مرابط نحيا بالمناسبة أنا في حياتي ما عنديش ماناجر نعم توت ما كارير ما عنديش ماناجر عيط لي قال لي أنا محمد مرابط فوالا توم متشرفين قال لي ولاد سينيك توم ما نسينيش قلت له خلاص نحبس قال لي استعفاهم بعد نزيد نعيط لك هذه الخطرة الأولى ما نعرفوش قال لي كاين اتصالات وهذه كاين في مولودية كاين في النات قلت له دبر راسك قلت له أنا ما قال لي مولي ديالك ما نقدرش قال لي فنات ما نقدرش قلت له صاي عيط باسكو ثم صاي عيط مع مرور الوقت عيط لي قال لي روح شوفوا مع بشير وعيط لك بشير رحت للنات وسنيت سنيت عامين وثم في النات ثم في النات توجور مسيرين كي سنيت قالوا ما تجيبوش هذا ولا شيخ والله العظيم انت وليت فيو ايه قالوا هذا ما تجيبوش هذا ما يقدرش يجري قالوا هذا شيخ وانا ما على باليش حتى سنيت وقال لي المناجر قال لي ها واش قال لك فلان وهذا كان اونسيان جوار تاعنا مسير اونسيان جوار مسير اونسيان جوار كان انسان واحد برك اذكر اسمه
انا ما نقدرش نذكر. معلي لاعب لاعب سابق ومسير كان في نصر حسين. معليش قالوا هذا شيخ ما تجيبوهش. قالوا هذا شيخ ما تجيبوهش. انا ما على باليش ما قالوش في الاول. قال لي المناجر تاعي في الاول باقي نريزي لي كونترا تاعي ما نريحش. نزيدوا فقط اسمح لي ربيع نزيدوا فقط اشاره للمناصرين كان يلعب في نفس المنصب تاعك. وكان قلت اونسيان جوار ودافع ايمن وخلاص. نعم نعم. ليش معليش هذه سي تو طافي نورمال كي يشوفوا واحد كبير ولا يشوف المسرح مسرح تاع ما فيها والو ربع. شوف انت ديريجون تخدم في ان كلوب حقو تشوف لاعب تقدم نوعا ما في السن تقول لهم من الافضل تعاقدوا مع لاعب شاب. لا شاب مي حقو عشان نقول لك انا محق انا الفون ميو تجيب ان جون ولا تجيب واحد كبير صح. مي كي تشوف الكبير هذاك شوف اسكي يجيب لك البلوس ليكيب راك فاهم. دونك يقول لك واحد كبير سيرت كبير مي عنده فايده في ليكيب. وكيفاش كان الرد تاعك؟ نورمال انا الرد تاعي كان نقول لك تموت بالضحك. درنا كنا نديرو بريباراسيون كنا في شلف بعد بدينا المقابلات ريحنا في لعبنا في فاوت نسيت مع من انا الماتش هذا كنت سيسبوندي كنت سيسبوندي هو كان مريح في البون وانا كنت ندير ترافاي فيزيك تسمى من كورنر كورنر نروح نولي تسمى بديت نجري ونروح نولي تقدر ما حبش ما حبش كي ريحت قال لي الله يبارك راك جون قلت له لا لاني فيو وفي ثم في النات تسمى بارمي لي ماير اللي كانوا في تيست فيزيك تسمى انا يعني كنت دوزيام ولا تروازيام وكنت كبير ثم قال لي انت راك بارمي لي ماير قلت له انا وليت فيو كبرت باريسبي قداش واحد كبير ولا ما نقدرش قلت انا كبرت يعني رديت باش يفهم انا كبرت كما على بالك يا ربيع انصار النصريه زعفوا عليك نوعا ما لانه ربيع مفتاح تسبب في بيع حافله الفريق في المزاد العلني في سابقه في تاريخ هذه المدرسه الكرويه العريقه نعطيه لك ذلك الفرصه لتوضيح هذا الامر بالك حنا البروبليم هنا في التيار نسمعوا بزاف للناس وكان ما نعرفكش انت لازم نريح معاك باش نعرفك انا كي سنيت في النات كمل عام رحت الإدارة جات إدارة جديدة وكما كي جات إدارة جديدة ديجا هما ما عندهمش باش يخلصوا لي جوا ديجا هما كانوا كنا في النازعات كنا الدراهم ما كناش خالصين ولا جا الرئيس قال لي انت علاش ما تلبش قلت له الرئيس انا ما نريحش قلت له انتوما الدراهم ما كاش ما عندكمش وزيد نريح ما كان هنايا ما نخلصش قلت له الصالير تاعي عالي شويه قلت له ما يلفهم يعطي لي كوارتير نروح قلت له انا نساعدك وتخليني نروح انا ثاني مكتوب قال لي داكور قال لي اوكي قال لي روح لعندي على 10 تاع الصباح شوف ماشي بشير ثم راح بشير لا بشير ثم راح نعم. جات الإدارة جديدة نعم ما نذكرش اسمه نعم من 10 تاع الصباح حتى 8 تاع الليل وانا نستنى ثم انا جيت نعاونه باش نروح على باسكو علاش دوك نفهمك انا كنت نسال 4 مو وعندي شك فيه 3 مو و 4 مو هذه وكان نريح زيد نلعب في النهد عام نولي 14 شهر كيما يخلصونش نروح ندفع ندي درامي نديهم حقي واش قلت لهم؟ قلت لهم نسمح فيه 4 مو 4 شهور واعطي لي كورتي خليني نروح خاطر نقدر نريح مالغري ما تخلصني عندي كونترا نريح نلعب تخلصني ولا ما تخلصنيش نورمال انا جيت نعاون نيتي جيت نعاون سير تعاونتو من 10 تاع الصباح حتى 8 تاع الليل وانا نستنى ما كاش نبعث له ميساج في الواتساب يشوف فيو يدير فيو ما يعاودليش كومام كاين احترام خويا انا عاونتك عيط كان معايا مناجر تاعي عيط سفيان بودرواي هو ثم هو كان رئيس سفيان بودرواي هذه المناسبه نقولوا نظام كما يقولوا احنا بالقبيليه الدرقاز جا فهمتوا لا سيتياسيون مريحين في طابله قلت له الرئيس قلت له الرئيس ها واش كاين قلت له دوك انت الرئيس انت ما تقدرش تخلصني وراك جديد وزيد انا نسال 4 موا قلت له انا سمحت لك في 4 موا اعطي لي كوارتي نروح
قال لي يا خويا رحم والديك، قال لي كثر خيرك عاونتني الله يسترك. رحت عطاني كوارتي رحت. الرئيس هذاك الاول قال لي الشك هذاك ترجعه لي اللي فيه تروما. قلت له نرجعه لك، قلت له ما كاش مشكل، قلت له عطي لي دراهم اللي كان في الشك هذا، قلت له راني سمحت لك كاتموا عطي لي. قال لي لا لا، قال لي شوف لي سينيالك الشك هذاك دبر راسك معاه. قلت له ما كاش مشكل، باش الناس يعرفوا لي استوار، باش يعرفوا كيفاش مسات هذه تاع البوس. رحت للمناجر قلت له هاك الشك هذا ميرابطه ويحكي لكم. قلت له الشك، قلت له انا ما نديش للدار هاك دبر راسك. قال لي باسكو الشاك كاع لي جوان عندنا شاك، قال لي ندفعوا في لا بونك ولا خلصوا دخلوا الدراهم نخلصوا. قلت له دبر راسك. اداه كي دا شاف الكونت مبلوكي، كونت ما فيه لا دراهم كلش مبلوكي. قال لي نحكموا افوكا. انا في حياتي ما عرفت افوكا وما عرفت لويسي جوستيس جامي. كي دفعوا لافوكا قالوا لافوكا، قالوا كان لافوكا كان لويسي جوستيس. هي دوك الناس اللي بريزيدون ما يعرفوش تكي تمد شاك على اساس ايكيب ماشي بيرسونال. وكان انا عندي شاك بيرسونال باقي نطاكي لي سينيالي بيرسونال، هو الشاك تاع ليكيب. ما الرئيس يقول لك تروح تدفعوا ما على ماشي سامع، يقول لك ماش تاع الفريق. كي دفعوا لافوكا مع لويسي جوستيس واش قال لك؟ هما يعرفوا القوانين. كي قال لي نسيزيو. قلت له واش تسيزيو؟ قال لي اللي عندهم نسيزيو. قلت له بالعقل برك. ريحت وانا نحوس عليهم، نعيط لهم في التليفون الشاك تخلصوا ولا لا؟ قالوا لي كلمه ما نقدرش نقولها. ثم قلت لهم يعطيكم الصحه. كي دفع الشاك بدات البروسيدور، خرجت جوجمون. قلت له اصبر ما تديش البيس. قلت له اصبر مازال. زدت عاود تعيط لهم ما كاش. والشاك هذا كاين بزاف الناس قالوا لك راه ما مفتاح اللي دار البيس. شوف الشاك هذا كانوا ربعة تاع لي جوار، وهذو ربعة تاع لي جوار كانوا كاع فيها، وانا اللي خرجت الاول. انا اللي خرجت راس العصابه، انا اللي خرجت الاول في راسهم. كي جاوا لابوليس يسيزيو البيس رحت لتما الخروبه. جا خديس وشريف عبد السلام. جا خديس قال لي يا رباك. قلت له خديس، قلت له هاك الشاك. قلت له انا ما نديش البيس. قلت له ما استحقليش نديش البيس. قلت له البيس هذا خليه عندكم، ما عندي ما ندير. قلت له من الاجراءات هما اللي داروها ما عندي ما ندير انا. قلت له ما كاش واش ندير. قال لي دوك نعيط الرئيس. كي عيط الرئيس واش قال له الرئيس بودروي؟ قال له دوك انا نخلص ربيع وزيد نخلص جوار واحد اخر، باسكو كي نجبد انا روحي كان جوار واحد اخر وكان طروازيام وكان كاطريام. تسمى قال له الرئيس، قال له ما نقدرش يدوا البيس خير. قال له ما نقدرش نخلصكم كاع لي جوار. قال له ما نقدرش. هذه هي الحكايه تاع البيس. ومن بعد جاوا الانصار ثاني. جاوا الانصار لموا دراهم، تلاقيتهم قالوا لي يا ربي. قلت لهم انا جابوا لي على بال ميم با لا سوم هذيك. قلت لهم انا نسمح يا با دو بروبليم، تعطوا لي النص يا نسمح. مي بروبليم لي بيس هذا ما نقدرش نسمح انا، كاين الاخرين، كاين جوجمون الاخرين ثاني، قلت لهم تقدروا تخلصوهم. قعدت لويسي جوستيس قلت لهم انا نسمح في الدراهم نقص لهم. قلت لهم نقص لهم. قال لي ما تقدرش. قال لي مالك انت تسمح تدي الدراهم هذا توجور القضيه زيد تمشي على لي جوار الاخرين. هذه حكايه البيس. بعد نصر حسين داي مشيت وقعت في جمعيه عين مليله. واش صرا في لاصام؟ والله غير لاصام كيف جيت نحبس المناجر تاعي نكملوها. نكمل قلت له نكمل عام. علاش رحت لعين مليلة؟ كان نادين الكناوي سنيت على عقد توجو سي لا ميم شوز توت لي زيكيب هكدا توجو الاموال مكانش الاعانات ولا لعبنا لعبت العام درنا 7 مو هكاك نقضنا الفريق توجو الدراهم مكاش المنشآت مكاش يغير فريق كيما عين مليلة يغير بزاف عندهم ناسها ونعرفوا عين مليلة ثاني عندهم كل إمكانيات كون يقدروا يولي فريق كبير خاصة التجار اللي كانوا ثما والملعب دائما يولي سوء التسيير. نعم هي دائما سوء التسيير. جول الأندية الجزائرية. ربيع مفتاح وصلنا إلى نهاية هذا الجزء الأول من الحوار. في الجزء الثاني نحكيه على وضعية شبيبة القبائل والتجربة تاعك
مع المنتخب الوطني، بالإضافة إلى بعض الأسئلة خساراتك وطاك نختم بها الحوار. تتابعون في الجزئية الثاني من الحوار سهرة الثلاثاء المقبل. ونقول لك على هذه تاع بن صافي، بن صافي أنا قلت لك أخي ثلاث مرات والله ما نعرف كيفاش نحاوى الطريقة اللي نحاوى تقدرش. هذو ما يحبوش فريق، نعطي لهم برك أنسين باش يفهموا كيفاش نحاوى أنسين. داروا رينيو ما جاوش كات جوال، ماشي ما جاوش، جاو روطار هضر ثم نحاوى. كي يجيب واحد كيما مورد مقني ينحينا ينحينا في 10 تفرح. وكان كي نروح المنتخب ونريح في تريبي عيط واحد صغير، عيط واحد اللي عنده علاش تديني؟ باش تديني انا زياده نروح ناكل ونريح ونرقد، علاش ما تدينيش؟ نريح في الدار. كاين لي كاين لي حبه هكذا. قلت له ايه عرضته كاع، قلت له قلت له انا العرس تاعي اليوم ليله رقدتها 14 صباح. قال لي نو 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 ديزور تكون في سيدي موسى على 10 تاع صباح. رحت انا مارتي ديريكت على بلا كان كي نكملوا برك العرس انا رايح. قلت له وين تروح ثاني؟ قلت لي روح. هي الكأس العالم ما تأهمناش، كاين بزاف يقولك قصامة قصامة توش ريح قدامه سيد دارتوش دارتوش دار كونترول وخلاوه دار الصوت. هذه جمع بالماضي اللي ريح قدامه سي قراب ولا وقع اللور رجعها سيد دار كونترول دار الصوت.